متحولة. ومن البين أن إدراك القوى المدركة منا محدودة مقدرة لا نقدر على الإحاطة بتفاصيل الحوادث الخارجية والأمور الواقعية بجميع روابطها. فلهذا أنت تجد الإنسان هل يوم يتخذ تصميم بكرة يبدل تصميم، هل يوم يقتنع بشيء بكرة يرفع يده عن ذلك الاعتقاد، هل يوم يرى شيئا قبيحا بكرة يراه ماذا حسنا. وخير شاهد على ما نقول تلك المجتمعات المنفصلة عن الرسالات السماوية. أنتوا انظروا إلى قوانينها الوضعية، انظروا إلى عقائدها، انظروا إلى أفكارها فلسفتها، تجدونها ولو لعشرة سنوات ثابتة تجدونها لو في تغير مستمر. لأنه لماذا في تغير مستمر؟ لأنه أولا أن الإنسان غير قادر على أن يحيط بكل ما في هذا الوجود حتى يشخص مصلحته ما هو. نعم يستطيع دائما أنه كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم وإذا أظلم عليهم قم. سيستطيع أن يرى المستقبل إلى 100 سنة إلى 1000 سنة حتى يضع ما هو في مصلحة الإنسان فكرا عقيدة أخلاقا سلوكا لا يستطيع أن يرى، لا يستطيع أن يرى. ثم حتى لو رأى يستطيع أن يتجاوز هوى مصالحه الفردية، استطاع أن يتجاوز، يستطيع أن يتجاوز قوميته بلده وطنه أو لا يستطيع. فلهذا تجد العقبات عقبة بعد عقبة عقبة بعد عقبة. وهذا خير دليل لنا على أن الإنسان قادر على أن يشخص كماله والطريق الميسر إلى الكمال أو يحتاج إلى النبوة. فلهذا قلنا يأتي إن شاء الله في الجزء الثاني أن الإنسان ليس بقادر. والشاهد على ما نقول هذه التجربة الإنسانية أمامنا التي انفصلت عن الوحي وعن السماء نجدها أنها ماذا؟ في تغير تحول دائم اعتقادا أخلاقا وتقنينا وتشريعا.